بس ظروف يعني منعتنا امبارح فجينا النهارده. طب رايك ايه في مشاركه الشباب للاستفتاء؟ لا الشباب بيشارك وفي مشاركه وانا شايفه في اقبال شديد يعني على الاستفتاء. ما لحقتش امبارح كان في زحمه قدام المدرسه فقلنا ناجلها ليوم تاني فجينا النهارده. وطبعا لازم نوافق على التعديلات الدستوريه اللي احنا بنحط بلادنا واي حاجه هتحصل بالنسبه لبلادنا في التعديلات الدستوريه لمصلحه البلاد مصلحه شبابنا لمصلحه اقتصادنا احنا موافقين عليها وتحرص. طب رايك ايه في مشاركه الشباب؟ الحمد لله في مشاركه للشباب. انا شايف قدام اللجان في مجموعه شباب كبيره مشاركه وفي ناس كبار وفي ناس يعني وحتى اللي ما لهمش حق الاستفتاء الاطفال بتلاقيهم جايه مع اهاليهم فرحانين. احنا بيعتبر يوم عيد بالنسبه للاستفتاء. شكرا.